يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة النهاردة، بداية الأسبوع، وكمان في مباراة مهمة بالنسبة للنادي الأهلي أمام طلاع الجيش، وهي مهمة لعدة اعتبارات، يعني في حسبان ويعني حسابات بالتحديد مسؤولي النادي الأهلي في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وعندنا كلام مهم قوي في الجزئية دي بالتحديد، هنتكلم عنها خلال فقرات حلقة الترند المختلفة. فبالتالي النهارده عندنا اخبار كتير وتفاصيل، وهنعلق على بعض الاخبار كمان بتتقال على الاهلي خلال الساعات الاخيره الماضيه، وكمان هنتطرق كالعاده للجانب العالمي والجانب المحلي بكل تاكيد. وهيبقى عندنا متابعه لاخر الكواليس بخصوص الفريق قبل انطلاق مباراه اليوم اللي هتكون الساعه 8 بالليل ان شاء الله على استاد الكليه الحربيه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في المباراه دي بشكل جيد. كمان هننتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وتوقعات حضراتكم لنتيجة المباراة، وكمان مين اللي ممكن يحرز الأهداف، وهناخد توقعاتكم في الجزء الأخير من الحلقة. التشكيل كمان توقعوه معانا زي ما انتم شايفين كده على الشاشة من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، اجتماعات مكثفة بالأهلي استعدادا للموسم الجديد. الأهلي في مواجهة قوية مع طلائع الجيش. وفي الترند العالمي، أنشيلوتي لا نعرف شيئا جديدا عن رحيل أسينسيو. طيب تعالوا نتكلم على اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات. خليني بس ابتدي بالدوري المصري، لان في الحقيقه في مباريات مهمه وفاصله في مصير بعض الفرق بخصوص البقاء في بطوله الدوري. وزي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشه، يمكن اول مباراه بتتلعب او ابتدت الساعه 4 بالتحديد، وهي مباراه انبي مع الاسماعيلي. وانبي الماتش ده مهم قوي بالنسبه له، لانه فجاه لقى نفسه في دوامه الهبوط، فبالتالي متقدم في الشوط الاول 1-0، ومهم قوي انه يكسب، مهم جدا بالنسبه لفريق انبي. يعني كمان من ضمن المباريات، فاركو هيلعب مع غزل المحله، هي برده مباراه مهمه لغزل المحله لان لسه مصيره لم يحسم بعد. فالماتش ده هيكون الساعه 5:30. الساعه 8 برده ماتش قوي جدا لايستر، اللي برده بيحاولوا يتشبثوا بالامال الاخيره الخاصه بالبقاء في بطوله الدوري من خلال مواجهه البنك الاهلي، اللي يعني الامور بالنسبه له جيده جدا. الساعه 8 برده هتكون المباراه الاهم بالنسبه لنا، وهي مباراه الاهلي وطلائع الجيش، او طلائع الجيش والاهلي، لان هي مباراه فريق الطلائع. وان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق فيها للنادي الاهلي. والمباريات مثيره بالتحديد بخصوص البقاء في بطوله الدوري وبعض الفرق اللي بتنافس على البقاء في هذه المسابقه. ده بخصوص الدوري المصري. تعالى نتكلم شويه بقى عن الدوري الانجليزي، لان الواحد بصراحه ايه يعني حزين جدا، وهقول لكم حزين ليه. خلينا بس نبتدي بالماتشات النهارده. ساوثامبتون لعب مع مانشستر يونايتد على ملعب ساوثامبتون. مانشستر يونايتد بهدف لبرونو فرنانديش قدر ان هو يكسب 1-0. كمان برايتون او برينتفورد بيلعب في هذه اللحظات في عدد من المباريات، ابتدت الساعه 4 مع ايفرتون، 1-0 لايفرتون. وبرايتون مع ليدز يونايتد، مباراه التعادل السلبي فيها بدون اهداف، وانا بكلمكم كده الشوط الثاني بيبتدي في كل المباريات دي. تشيلسي كمان مع ليستر سيتي، تعادل سلبي وفي حاله طرد للاعب من تشيلسي. اما مباراه ليفربول مع بورموث، مباراه ليفربول ابتدى سخن جدا، الشوط الاول خلصه 5-0. الشوط الثاني ابتدى بالجون السادس، مش عارف مين اللي جابه، يعني هحاول اعرف مين اللي جاب الجون السادس ليفربول، فالدنيا حلوه قوي. لكن لحد 5-0 صلاح ما جابش ولا جول، وهي دي مشكله بصراحه لعشاق الفانتزي اللي ممكن يكونوا مكابتنين صلاح. ما بالك بقى انا لما اكون عامل تريبل كابتن لصلاح، ما تسالنيش عملت كده ليه، بس في كل الاحوال عملت تريبل كابتن لصلاح. فواضح كده ان انا رايح في سكه ايه صعبه جدا في الفانتزي الاسبوع ده، بعد ما يعني صلاح لحد دلوقتي ما ساهمش حتى في ولا هدف. الراجل لا عمل اسيست ولا جاب اهداف في الخمس. تقدر تصدق انت صلاح في خمس اهداف ما يجيبش ولا جون، ودي الجون السادس جه، مش عارف برده لسه مين اللي جابه، هنشوف دلوقتي او الفار بيتاكد وبيراجعها. يعني يا رب تكون لصلاح. ده بخصوص ليفربول وبورموث، مباراه شبه محسومه او حسمت تماما. يعني مانشستر سيتي بقى في مفاجاه على ملعبه، خسران الشوط الاول من كريستال بالاس 2-0، وواضح انه هيكون تعثر تاني لمانشستر سيتي بعد ما تعثروا في الجوله الماضيه بتعادل مع نيوكاسل بثلاث اهداف مقابل ثلاثه للفرقتين يعني. لكن لسه الشوط الثاني بيبتدي في كل المباريات دي، فوارد جدا اي حاجه تحصل زي ما احنا عارفين.
طيب خلينا نروح لارسنال اللي هتلعب الساعه 6:30 مع فولهام. وارسنال عندهم 9 نقاط من 3 مباريات وبدايه اكثر من رائعه عليهم هذا الموسم في بطوله الدوري مع ارتيتا. الدوري الايطالي في بعض المباريات، كريمونيزي مع تورينو الساعه 6:30، في نفس توقيت يوفنتوس مع روما، وميلان الساعه 9:15 مع بلونيا، وفي نفس التوقيت برضو سبيزيا مع ساسولو. ده بخصوص الدوري الايطالي ايضا، ودي كل المباريات في كل الدوريات الأوروبية، فدي أبرز المباريات. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع بقى نتكلم في بعض التفاصيل والكواليس اللي بتسبق بداية مباراة اليوم ما بين الأهلي وطلاع الجيش. إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها، بس عندنا كلام كتير جدا، فاستنونا بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده في اطار الاستعداد للموسم الجديد والتحضيرات لانطلاقه الموسم، ان شاء الله هتكون يوم 16/10 بشكل رسمي، والموسم اللي هيتخلله عدد كبير جدا من التحديات على مختلف الاصعده، ويمكن هيكون ابرز تحدي بالنسبه للنادي الاهلي هو او هي المباراه اللي هتكون يوم 28/10 في الغالب ما بين الاهلي والزمالك في السوبر المصري بابو ظبي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، فبالتالي المرحله دي هي كلها مرحله تحضيرات مهمه جدا جدا بالنسبه للفريق، وايضا مرحله تقييم لبعض الامور داخل الفريق الاول لكره القدم. وهنشوف يعني المسؤولين في النادي الاهلي كلنا ثقه فيهم في الحقيقه قراراتهم هتكون ايه خلال المرحله المقبله، وهتكلم بالتحديد عن القصه دي. بس خلينا الاول نتكلم عن قائمه الفريق بخصوص مباراة النهاردة اللي اختارها سواريش المدير الفني للنادي الاهلي. في حراسة المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، وكل الاشادة بصراحة مصطفى شوبير ما شاء الله عليه، شخصية مميزة جدا في الملعب، تمركز رائع، اداء جيد جدا. ف يعني سواء هو او علي لطفي على مدار المرحلة اللي فاتت كلها ادوا بشكل ممتاز جدا جدا جدا، وكل الاشادة والتحية بيهم في الحقيقة. الاهم دايما الاستمرارية. فعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في خط او في حراسة المرمى، خط الدفاع رامي ربيعة وكريم فؤاد ومحمد اشرف ومحمد نصير وايضا محمد شرقية. اما في خط الوسط كل من احمد عبد القادر، محمد محمود، ميدو نبيل، محمد فخري، احمد عبد النبي، رأفت خليل، زياد طارق، لويس ميكيسوني ومحمد حمدي علي. وفي الهجوم كل من احمد سيد غريب وعلي عمرو. دي قائمه الاهلي لمباراه اليوم. كمان بخصوص طاقم الحكام اللي هيدير هذه المباراه، حكم ساحه الكابتن محمد عباس، حكم مساعد الكابتن احمد الفار، حكم مساعد تاني صالح محمد عفيفي، حكم رابع عاطف حسين، حكم فيديو محمد عبد العزيز، وحكم مساعد للفيديو او مساعد لحكم الفيديو هو مصطفى عثمان. يعني فده طاقم التحكيم الخاص بمباراه اليوم، ان شاء الله يكونوا موفقين في اداره هذه المباراه. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل ساعات قليله جدا من انطلاق هذه المباراه الساعه 8 مساء، عشان نطمن من خلاله على كل الاستعدادات قبل مباراه اليوم. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، والتحديد متابعي برنامج الترند. أهلا بك فاروق، يعني طمنا وطمن كل جماهير الأهلي على استعدادات الأهلي لمباراة طلاع الجيش النهاردة. ويمكن البعض ممكن يقول لك يا مباراة ملهاش أي نوع من أنواع الأهمية، الدوري حسم، في نفس الوقت بتلعب بعناصر شابة، في نفس الوقت عندك غيابات كتير وإصابات وكلام من ده، لكن من المؤكد يا فاروق برضو إن هي مباراة مهمة طالما الأهلي بيلعب أي مباراة. إحنا حتى المباريات الودية بالنسبة لنا بتبقى مهمة، فبرضو عايز أتكلم معاك في الجزئية دي، بس طمنا الأول على استعدادات الفريق. يعني خليني اقول لك في البدايه امير، انت اختصرت الكلام عن هذه المرحله، قلت نقطتين في غايه الاهميه، دي تحضيرات للموسم الجديد طبعا اللي هينطلق في 16 اكتوبر القادم، وايضا تقييم للوضع وضع كره القدم وقطاع كره القدم بالنسبه للمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين اللي اعتقد يعني ليهم كلنا ثقه طبعا في قراراتهم. فدي يعني فعلا بالفعل امير مرحله تقييم ايضا للوقوف على عناصر اللاعبين الموجودين من قطاع الناشئين طبعا بعد قرار مجلس اداره النادي الاهلي باستكمال مباريات الدوري باللعيبه الناشئين. هتقف على مستوى بعض اللاعبين اللي تقدر يكونوا موجودين معاك ايضا للسنه القادمه، او بعض اللاعبين طبعا في السياسه اللي بيتبعها النادي الاهلي لا يخرجوا اعارات للانديه الاخرى اللي بدات طبعا زي ما انت عارف في الفتره الاخيره
بعض العروض الاعارات اللي بتيجي ليه اللاعبين، فدي مرحله مهمه جدا يا امير. لكن النقطه برضو الاهم ان النادي الاهلي كان مستر ريكاردو سواريش ما في كلامه مع اللاعبين عايز يختم المرحله دي بشكل كويس، طالب من اللاعبين يعني عقب التعادل السلبي كان امام الاسماعيلي قال فاضل ثلاث مباريات، كانت المباراه الماضيه امام انبي ثم طالع الجيش ثم سيراميكا، قال ثلاث مباريات مطالبين بتحقيق الانتصار، عايزين نختم الموسم بشكل كويس. طبعا اشاد باللاعبين بعد الفوز على فريق انبي في اللقاء الماضي بهدفين مقابل لا شيء، المباراه اللي اقيمت على ملعب الاهلي والسلام. عقب المباراه طبعا مستر ريكاردو سواريش كان ليه بعض الامور والتصريحات اللي اتكلم فيها على ثقافه او الامور اللي جوه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي طبعا جماهيره بتبقى عايزه كل شيء، وده اعتقد هو ده اللي اتربينا عليه او اتعود عليه جمهور النادي الاهلي. وقال ان السنه الجايه انا هجيب كل شيء لجماهير النادي الاهلي. استأنف في الفريق طبعا امير تدريباته على مدار اليومين الماضيين، بالامس كان المران الرئيسي والاخير، ادى الفريق قبل الانطلاق للمران عقد مستر ريكاردو سواريش محاضره بالفيديو مع اللاعبين، اتكلم على فريق طلائع الجيش واشاد بيه واشاد بيه المدير الفني الكابتن طارق العاشر، واحد من الفرق اللي عاملين اداء محترم خاصه في الدور الثاني من الدوري مع وجود الكابتن طارق العاشري. ده طلائع الجيش بينافس على المركز الرابع الفاروق مع فيوتشر دلوقتي، يعني عاملين موسم ممتاز بصراحه. يعني خليني اشيد بهذا الامر يا امير في ظل برضه يعني الامكانيات اللي الانديه الشركات والانديه الاخرى، فريق طلع الجيش بهذه الامكانيات والكابتن طارق العاشري والمسؤولين في يعني طلع الجيش قايمين بدور اكثر من رائع، عمل انتفاضه عمل طفره فريق طلع الجيش، وده بيزيد من صعوبه اللقاء. حتى الاهلي يا امير خلاص لو الدوري حسم بيكفي ان النهارده الدافع او الحافز عند فريق طلع الجيش انه بيلعب النادي الاهلي يتمنى يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، ده اعتقد بيزيد من صعوبه اللقاء، ودي الامور اللي اتكلم عليها مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الانتصار. عقب المحاضره طبعا انطلق المران اللي اشتمل على بعض الجوانب البدنيه والجوانب الخططيه اللي مستر ريكاردو سواريش بيطالب اللعيبه ان هم ينفذوها في المباراه النهارده. طبعا دخل الفريق في معسكر مغلق النهارده، طبعا يوم النادي الاهلي امير كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه الثانيه، بعد قليل هتكون المحاضره الفنيه لمستر ريكاردو سواريش طبعا اللي هيتكلم على اخر الامور او بعض الامور اللي من خلالها بيعلن التشكيل وبعض التعليمات اللي للاعبين ان شاء الله في هذه المحاضره، ونتمنى ان شاء الله انها تكلل النهارده اليوم بالانتصار باذن الله والفوز على فريق طلائع الجيش في المباراه اللي هتقام على استاد الكليه الحربيه في تمام الساعه 8 باذن الله. باذن الله يا فاروق. عايز اطمن برضو على حاله اللاعبين للمباراه دي، وخصوصا بعد الانتصار الاخير على انبي، فوز كان مهم بعيد عن حته الاداء برضو وكلام من ده، لكن في نفس الوقت انتصار المعنوي بالنسبه للعناصر الشابه اللي بتلعب خلال المرحله الحاليه، فده بيكسبهم مزيد من الثقه في انفسهم وفي امكانياتهم. اوصف لي الحاله المعنويه بالنسبه للعناصر الشابه بالتحديد قبل مباراه اليوم. يعني النقطة اللي أنت أثرتها دي يا أمير في غاية الأهمية، وخليني أخدها بس في شقين. يعني الشق الأول أنت كلمت على مصطفى شوبير وعلي لطفي وحمزة علاء وبتكلم على الروح المعنوية، خليني أقول لك إن نقطة مهمة جدا، ودي من النقاط طبعا اللي بتميز، مش هقول أوضة اللبس في النادي الأهلي، اللي بتميز النادي الأهلي على مدار تاريخه، دايما أول مكالمة أو اتصال وتشجيع لعلي لطفي أو لمصطفى شوبير في المباراة الأخيرة بيجي من محمد الشناوي. محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وأعتقد اللي بيلعب في نفس المركز مع علي لطفي مصطفى شوبير وحمزة علاء، هو اللي بيشيد وبيبد الدفعة قوية جدا للاعبين، بيدي دفعة قوية للحراس المرمى بالتحديد، وأعتقد دي نقطة مهمة جدا، ودي قيمة كابتن كبير بقيمة الكابتن محمد الشناوي اللي يعني عارف ان الامور المعنوية دي بتفرق طبعا مع علي لطفي، تفرق مع مصطفى شوبير. دي نقطة كانت مهمة جدا ان احنا نبرزها ونقولها للجماهير يا امير، ان دور محمد الشناوي مع اللاعبين واشادته دايما بمصطفى شوبير وعلي لطفي. الشق الثاني امير اللعيبه الناشئين، وخليني اقول لك احنا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على اللعيبه الناشئين ارتفاع روح معنويه بشكل كبير جدا في ظل اعتماد الجهاز الفني عليهم، ظهور بعض اللاعبين وبدا ان بعض العروض الانديه ان هي تستقطب اللاعبين. لكن في الوقت اللي انا بكلمك فيه ايضا يا امير واحنا بنتكلم برضو على قطاع الناشئين، لو تسمح لي، ان خلاص الكابتن محمد وهبي المدير الفني لمنتخب مصر الناشئين مواليد 2006 اللي بيخوض بطوله كاس العرب في الجزائر، النهارده اعلن التشكيل منذ لحظات، المباراه هتكون في تمام الساعه السادسه لمباراه الجوله الثانيه امام منتخب لبنان. التشكيل بيتكون فيه اربع لاعبين من العناصر القطاع الناشئين في النادي الاهلي، سواء احمد عبدين، يوسف اسلام، عمر رساد معوض، وابراهيم عادل. طبعا كان حقق انتصار في المباراه الاولى
على السعوديه بثلاثه اهداف، احرز منهم ابراهيم عادل هدف. الفريق بيضم 7 لاعبين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ودي امير اللي بنتكلم عليها في اطار قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا نتمنى التوفيق للكابتن محمد وهبه النهارده ويحقق انتصاره الثاني على فريق لبنان. نفس الامر امير، لعيبه الناشئين اللي موجوده هنا بتتابع مع اللعيبه الناشئين اللي موجودين في المنتخب، الحوافز، الربط اللي ما بينهم، دي امور مهمه جدا. روح معنويه مختلفه جدا عند اللاعبين، عايزين يثبتوا كفاءتهم، عايزين يثبتوا الفرصه ويستغلوا الفرصه اللي اتيحت ليهم من خلال الجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الامور كلها تمشي في الطريق الصحيح، ونتمنى كل التوفيق سواء لمنتخب الناشئين او حتى للنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه والمقبله باذن الله، اللي هتشهد عدد كبير جدا من الاخبار باذن الله تكون سعيده للنادي الاهلي. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز المجتهد جدا والمميز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا من مقر اقامه النادي او من مقر اقامه الفريق قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه اليوم الهام امام طلائع الجيش. اتكلمنا على كل التفاصيل واخر الاستعدادات. خلينا بقى نروح لفصل الاول، بعد الفصل لسه عندنا تفاصيل اكتر فاستنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا جمهور الاهلي عايز يطمن على الفريق بشكل او باخر بخصوص المرحله الحاليه وازاي النادي بيجهز نفسه لمستقبل الفريق الاول لكره القدم تحديدا، والامور هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه. لكن لازم جمهور الاهلي يطمن بشكل كبير جدا جدا جدا، لان الاجتماعات مستمره داخل النادي الاهلي ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكوره، الكابتن حسام غالي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لجنه التخطيط للكوره داخل النادي اللي بتتمثل في الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، بعض الاحيان بيبقى موجود الكابتن سيد عبد الحفيظ. فبالتالي اجتماعات مستمره بشكل دوري وبشكل متتالي وبشكل مكثف جدا جدا يعني الاستقرار بشكل نهائي على كل الامور اللي بتتعلق بالفريق في الموسم الجديد، سواء صفقات، اعارات هتعود، بعض الراحلين، الكلام من ده، يعني كله بيتم ترتيبه دلوقتي. فالناس تطمن وان شاء الله باذن الله القادم هيكون افضل، وتفائلوا بشكل كبير جدا، تفائلوا بشكل كبير جدا. والكابتن محمود الخطيب بنفسه، الكابتن محمود الخطيب بنفسه مهتم كل الاهتمام بالفتره الحاليه. هتقولي هو مش مهتم قبل كده؟ لا كان مهتم طبعا، بس كان في بعض الاختصاصات المعينه، كلام من ده، الامور اللي حضراتكم عارفينها يعني دون التطرق ليها. لكن في نفس الوقت الراجل في الحقيقه ما بينامش، الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله اتمنى له كل التوفيق هو وكل المسؤولين داخل النادي الاهلي في هذه المرحله الصعبه جدا والهامه والحساسه بالنسبه لمستقبل فريق الكره داخل النادي الاهلي. فان شاء الله الاهلي يكون موفق، وباذن الله باذن الله الامور هتكون ايجابيه جدا. طيب الناس تقول لي امتى نسمع قرارات مهمه بتخص الفريق؟ النادي كان اعلن من خلال موقعه الرسمي ان شاء الله مع نهايه اخر مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم، احنا عندنا النهارده طلائع الجيش، بعد كده عندك سيراميكا يوم الثلاثاء الساعه 4:30، بعد الماتش ده مباشره سواء بقى في نفس اليوم ثاني يوم هيبقى في قرارات هيتم الاعلان عنها من قبل النادي الاهلي طبقا للي تم يعني الاعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للنادي. خلينا نسيب الناس تشتغل، خلينا نسيب الناس تشتغل، والناس دي كلنا ثقه فيهم. ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان هم عندهم رصيد كبير قوي قوي جوه النادي. الناس على مدار الفتره اللي فاتت كلها جايبين بطولات قد كده، يعني مساهمين، يعني مفيش حد بيجيب بطولات لوحده، هم مساهمين بشكل او باخر في الالقاب الكبيره جدا اللي اتحققت خلال المرحله الماضيه. طبيعي قوي ان يحصل دروب، طبيعي قوي ان يبقى المستوى يقل شويه، طبيعي قوي يكون في بعض الاخطاء والسلبيات، ده طبيعي جدا، هي دي الدنيا، مفيش حد كل قراراته صح او كل خطواته صح، دايما هتاخد خطوات ايجابيه وممكن خطوه او اتنين تبقى سلبيه، ترجع تعدل تاخد خطوات ايجابيه تاني اكتر واسرع وافضل بكتير جدا جدا. فالثقه موجوده فيهم، نسيبهم يشتغلوا. وبرده رساله هنا لجمهور النادي الاهلي، لان انتوا الفتره دي بالتحديد، وده طبيعي، انا بشوف ان ده طبيعي، هتسمعوا عدد كبير قوي من الاجتهادات، سواء بخصوص صفقات، بخصوص مش عارف جهاز فني، بخصوص ايه، بخصوص ايه، بخصوص ايه. ما بلاش نركز في حته الاجتهادات دي باي طريقه من الطرق، يعني ننتظر، واي حاجه رسمي هيعلن عنها النادي بشكل مؤكد ويطمن جمهور. بس بشكل مبدئي انا بقول لحضراتكم اطمنوا، كواحد من المتابعين للنادي الاهلي وواحد ممكن اكون بشكل او باخر مطلع على بعض الامور المهمه اللي من خلالها بحاول اطمن الجمهور والله مش اكتر. فان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون افضل بكتير جدا جدا للنادي الاهلي. يعني ده بخصوص الاجتماعات الحالية وكل التحضيرات للموسم الجديد، لأن بالمناسبة المرحلة دي هي كلها مرحلة تحضير للموسم الجديد، بيتم تقييم بعض اللاعبين سواء بقى الشباب، بعض اللاعبين أنت ممكن تكون محتاجهم من بره فتاخد خطوات مثلا التعاقد معهم، كل الملفات دي
دلوقتي بيتم يعني ايه الاستقرار عليها بشكل نهائي. هتقولي يعني هم قبل كده ما كانوش استقروا على حاجه؟ لا، كانوا قطعوا اشواط كبيره، بس مش كل حاجه خلصت، كله هيخلص قريب ان شاء الله في الاطار الايجابي او في الطريق الايجابي بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار، نتكلم في بعض الامور المهمه جدا اللي موجوده على النادي الاهلي على السوشيال ميديا. نروح لفاصل ونرجع. طيب اخبار كثير كالعاده على النادي الاهلي في السوشيال ميديا وبعض الصفحات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، ونشوف ايه اهم الاخبار دي. طبعا الكل بيتكلم عن مباراه اليوم الاهلي وطلع الجيش. نبتدي بحساب كره بلس وده بيتوقعوا تشكيل الاهلي للماتش ده. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد شرقيه، رامي ربيعه، محمد نصير ومحمد اشرف خط الدفاع، محمد فخري، محمد محمود، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، احمد غريب واحمد عبد القادر سواء في وسط الملعب او كمهاجمين. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق ايا كان بقى هو ده التشكيل الصحيح ولا لا، لكن ده مجرد توقع من يلا كوره. طيب كمان لسه مع يلا كوره بيقولوا ان الاهلي يطارد بيراميدز ورقم استثنائي بمواجهه طلائع الجيش بالدوري. حته بقى مطارده الاهلي لبيراميدز، اصل بيراميدز المركز الثاني والاهلي المركز الثالث، بالنسبه للاهلي وجمهوره الموضوع مش فارق كتير. طبعا ما خدتش البطوله، ما كنتش موافق انك تاخد اللقب، الثاني زي العاشر. طبعا ما اتمناش الاهلي يبعد في المراكز طبعا اكيد يعني، لكن في نفس الوقت دايما الاهلي بيلعب على اللقب. فبيراميدز الثاني، اهلي ثالث، مش فارقه كتير، خصوصا ان المقاعد الخاصه ببطولات الافريقيه اتحددت والاهلي خلاص موجود بشكل رسمي في دوري ابطال افريقيا ايا كان مركزه ايه بعد الاستناد لنتائج الدور الاول طبقا اللي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكره القدم قبل بدايه الموسم. لكن هم هنا بيتكلموا على ان في يعني نتيجه معينه، او بيتكلموا على ان في رقم استثنائي بمواجهات طلائع الجيش، وقالوا ان الاهلي حقق نتيجه تعادل سلبي في اخر مباراتين مع طلائع الجيش، وهذا ما تقرر في موسم 2008 وكمان 2009 عندما تعادل الفريقين سلبيا ثم بنتيجه 2-2 قبل عوده الاهلي للانتصارات على طلائع الجيش بالفوز بنتيجه 3-1. يعني في كل الاحوال بتبقى بعض الاحصائيات وبعض الارقام قبل كل مباراه. طيب ده بخصوص الخبر ده، خلينا نروح لخبر اخر وده من خلال اليوم السابع، وبيتكلموا على ان 32 مباراه جامعه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري قبل مواجهه الليله، وبيقولوا يعني احصائيات المباريات دي كانت عباره عن ايه. الاهلي فاز في 23، طلائع الجيش فاز في مباراه وحيده بس وكانت في السوبر المحلي اللي هي الاخيره وكسبوا ضربات الجزاء، واتعادلوا في 8 ماتشات. يعني طلائع الجيش ما فازش على الاهلي ولا مباراه في بطوله الدوري. الاهلي احرز 61 هدف وطلائع الجيش احرز 14. اول مباراه بين الفرقتين انتهت بفوز الاهلي 1-0، نتيجه اخر مباراه كانت التعادل السلبي بدون اهداف. كل الارقام بالمناسبه مش مقياس اي رقم بشكل عام او احصائيات وكلام من ده، طبعا الناس تهتم بيها بشكل كبير، لكن في نفس الوقت مش مؤشر بالنسبه لك لما سوف يحدث في اي مباراه من المباريات. يعني حساب بطولات على تويتر بيتكلموا على تصريحات وكيل سوارش واللي بيقولوا ان الاهلي لم يتحدث مع ريكاردو عن الرحيل اطلاقا، لكن المدرب يشعر بالضغط الشديد كما لو كانت كل مباراه هي معركه يخوضها وليس هناك سببا لرحيله. دي تصريحات الراجل، لكن خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. النادي هو المنوط بالاعلان عن اي جديد يتعلق بالجهاز الفني او بالفريق الاول لكره القدم، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم في البدايه ان في اجتماعات مكثفه وهينتج عن اجتماعات دي قرارات بعد اخر مباراه للاهلي في بطوله الدوري امام سيراميكا اللي هتكون يوم الثلاثاء اللي جاي. فننتظر ونشوف القرارات هتكون عباره عن ايه، وايا كان ايه هو القرار كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي في كل الاحوال. طيب خلينا نروح لخبر اخر وده من الوطن الرياضي اللي بيقول ان الاهلي يقرر تاجيل ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد ويرفض بيع شوبير، وخصوصا يعني هم مثلا هنا بيتكلموا على الخبر ده، يعني برضو خلينا نقف عنده شويه، لان لو الاهلي او الناس في النادي الاهلي شافوا ان الاهلي محتاج حارس مرمى جديد، اوكي مفيش مشكله، اهلا وسهلا بيه ايا كان مين هو حارس المرمى ده. لكن في نفس الوقت احنا برضو عندنا حراس مميزين لو استمروا هم الشناوي طبعا مفيش اي كلام عليه، علي لطفي موجود ادى الفتره اللي فاتت بشكل كويس، مصطفى شوبير اللي ممكن يكون عنده بعض العروض اكيد بحكم يعني المستوى المميز اللي بيقدمه خلال الفتره اللي فاتت، ايا كان الوضع لكن لازم نشيد باداء الحراس اللي ما كانتش بتشارك اللي هم علي لطفي ومصطفى شوبير. الاثنين عملوا فتره رائعه جدا 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 وكانوا بيساهموا بشكل او باخر في حفاظ النادي الاهلي على شباكه نظيفه، اعتقد في 10 مباريات متتاليه يا جماعه لو انا بقول الرقم صح يعني. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل، لكن لو
ده قرار حقيقي داخل النادي الاهلي مثلا، فكل الدعم واكيد قرارات مهمه، واكيد مستوى الحراس مؤخرا يطمن بشكل كبير جدا. الشناوي ما كانش موفق، بس هو افضل لاعب في افريقيا في كل الاحوال، وهيرجع وهيبقى افضل بعد فتره من الراحه اللي كانت مهمه جدا بالنسبه له. علي لطفي ومصطفى شوبير اتكلمنا عنهم ما شاء الله عليهم يعني. خلينا كمان نروح لكوره 11 وحسابهم على فيسبوك، وبيتكلموا على الاهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبله في صفقه رحيل نجمي الفريق. طب هم هنا بيتكلموا على مين؟ بيتكلموا على اثنين من لاعبي النادي الاهلي، بالتحديد صفقه انتقال، او يعني بيتكلموا ان الاهلي يسعى لحصد مبلغ 3.5 مليون دولار من انتقال نجمي. خلاص هم مشي اللي هو بدر بنون وبادجي، وفي مستحقات بالنسبه للنادي الاهلي عند فريق قطر القطري اللي راح له بدر بنون، ومستحقات عند فريق اميان الفرنسي بخصوص بادجي اللي انتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق. ويعني برضو دي جزئيه لازم نشيد بيها، لان انت في نفس الوقت لما جبت مثلا واحد زي بادجي اكيد جبته برقم، لكن استفدت منه اكتر من الرقم اللي انت جبته، يعني دخل لك فلوس كتير جدا لما اعارته مرتين في بيع مباشره، فكل الفلوس دي اللي انت ممكن تكون صرفتها على بادجي لا رجعت لك تاني، لان في البعض بيحاول يشكك دايما في الجزئيه اللي زي دي. في نفس الوقت لجنه التسويق مثلا بتشتغل بشكل كويس، او لجنه التعاقدات والتسويق دي حاجه تحسب لهم. نفس الحال بالنسبه لبدر بنون، بعته اكيد بمبلغ كويس، فدي كلها امور مهمه يعني. ده بخصوص ترند الاهلي. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار العالميه تحديدا. يلا بينا. طيب هو ايه اللي بيحصل في الدوري الانجليزي بما اننا هنبتدي في الاخبار العالميه؟ اولا خلينا نبتدي بليفربول بس عشان الموضوع بصراحه بقى صعب جدا. ليفربول 9-0 في الدقيقه 86، 9-0 انت متخيل؟ 9-0 وانتفاضه قويه جدا ليفربول بعد بدايه صعبه قوي، لكن في التسعه اهداف دول صلاح ما عملش حتى اسيست، الموضوع غريب جدا. يعني هداف الفرقه في كل المواسم اللي فاتت اللي هو محمد صلاح، النهارده فرقته بتلاعب بورنموث، متوقع جدا فوز ليفربول بس مش لدرجه 9-0، لكن اللي غير متوقع كمان ان صلاح حتى ما يجيبش جون او يعمل اسيست في التسع اهداف، موضوع غريب. في نفس الوقت مانشستر سيتي بعد ما كان خسران في الشوط الاول 2-0 من كريستال بالاس، الشوط الثاني 4-2 لمانشستر سيتي، وهالاند هاتريك ثلاث اهداف ورا بعض، وكان جاب الجون الهدف الاول برناردو سيلفا يعني. ففي كل الاحوال دي اخر التطورات بخصوص الدوري الانجليزي. تشيلسي كسبان ليستر 2-1 ورغم انه عنده حاله طرد، برايتون كسبان ليدز 1-0، برايتون بدين بداية ممتازة بصراحة، برينتفورد مع ايفرتون 1-1، لكن في المقابل ماتش الساعة 6:30 أرسنال وفولهام لأول مرة نجمنا المصري محمد النني يا رب نتمنى له التوفيق موجود في التشكيل الأساسي وأول مشاركة ليه هذا الموسم مع أرسنال. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. تعالوا بقى نشوف الأخبار العالمية ونبتدي بنجمنا المصري محمد صلاح الغير موفق اليوم. ده في كرة في الشوط الأول يا جماعة هو خرجها من جون تقريبا يعني، مش عارف، لكن في كل الأحوال ده حساب يلا كوره. بيتكلموا على مواعيد مواجهات محمد صلاح في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، وقال ان يوم 7 سبتمبر نابولي هيلعبوا نابولي خارج الارض، يوم 13 سبتمبر اياكس داخل الملعب الانفيلد، يوم 4 اكتوبر مع رينجرز برضو على ملعب الانفيلد، عندهم ايه اربع ماتشات ورا بعض، لا ماتشين ورا بعض داخل الانفيلد، وبعد كده هيطلعوا بره لرينجرز في خارج ملعبهم، ويوم 26 اكتوبر مع اكس خارج الارض، واخر مباراه هتكون مع نابولي في الانفيلد. يعني دي خريطه مباريات ليفربول في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. طيب كمان برونو فرنانديز، وهنا حساب ماتش اوف ذا داي، واللي بيتكلموا على ان برونو فرنانديز من ساعه ما راح مانشستر يونايتد في 2020 او شهر فبراير بالتحديد، اكيد هو راح يناير يعني بس ابتدى ماتشاته في شهر فبراير، محمد صلاح هو وهاري كين وسون بس اللي استطاعوا يجيبوا اهداف اكتر من برونو اللي جاب 37 هدف في مقابل صلاح 54 وكين 49 وهيوم مين سون 45 هدف. لعيب مهم جدا جاب هدف الفوز النهارده لمانشستر يونايتد على حساب ساوثامبتون، لكن الفترات اللي فاتت هي فترات عدم استقرار بالنسبه لمان يونايتد، بس ابتدوا يعني يستفيقوا شويه. خلينا نروح لخبر اخر، وحساب في الجول على تويتر اللي بيقولوا او لا ده خلاص ده احنا لسه على حساب في الجول، وبيتكلموا على ان لاول مره مانشستر يونايتد يخرج الشوط الاول من غير اهداف في مرماه من امتى؟ من فبراير اللي فات. فالنهارده رقم ايجابي شويه بالنسبه لمانشستر يونايتد، والمباراه كلها خلصت من غير ما يستقبلوا اي هدف وكسبوا 1-0 يعني. مع إريك تين هاج المدير الفني الجديد. طيب نروح لتشافي
وحساب كرة بلاس على فيسبوك، وبيتكلموا على تصريحات تشافي المدير الفني للنادي الاسباني واللي اوضح حقيقه مفاوضات برشلونه دام برناردو سيلفا. هم قالوا ان احنا لن نفقد الامل بشانه. في المقابل امبارح جوارديولا في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق مباراه اليوم اللي بتتلعب دلوقتي ما بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، اكد او مانشستر سيتي عفوا، اكد ان برناردو سيلفا مكمل بشكل اكيد مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي وحسم القصه. لكن واضح ان لسه برشلونه بيحاولوا بكل الطرق، لان برناردو سيلفا لعيب مهم جدا ومؤكد هيكون اضافه لبرشلونه. طيب نروح لخبر اخر، وده من خلال حساب برشلونه، او خلينا نبتدي بلوكا مودريتش وحسابه على تويتر، واللي بيتكلم على انه النهارده مر على انتقاله ريال مدريد 10 سنوات، وقال قبل 10 سنوات وقعت ريال مدريد من افضل قرارات حياتي، اللعب الافضل نادي في العالم وهو حلم ما زلت لا اريد ان استيقظ منه، الذهاب لمدريد. يعني طبعا واحد من نجوم الكبار جدا في تاريخ ريال مدريد هو مودريتش، طبعا النجم الكرواتي. طيب خلينا نروح لبرضو انشلوتي لسه مع ريال مدريد، وده برضو من حساب كوره بلس، واللي بيتكلموا على ان كارلو انشلوتي المدير الفني لريال مدريد، واللي اتكلم عن امكانيه رحيل اسينسيو من ريال مدريد، وقال ان هو ما يعرفش حاجه عن الجزئيه دي، خصوصا ان في مانشستر يونايتد يعني بيفكروا ان هم يتعاقدوا مع اسينسيو. قال يتم الان تقييم الوضع وننتظر ماذا سيحدث في 2 سبتمبر، سيتضح كل شيء، واذا بقى معنا سيكون مهما بالنسبه لنا، واذا غادر لن نتعاقد مع احد، وبيحسم برضه بعض الامور. يعني خلاص كده كمان ريال مدريد مش هيتعاقدوا مع اي لاعب في ما تبقى من ايام في قليله في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. طيب ناخد مشاركات حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه وتوقعات حضراتكم للتشكيل وايضا للنتيجه. نبتدي بالسيد محمد هبه اللي قال مساء الخير عليك يا كابتن، مساء الفل على حضرتك. امير قال بيتكلم على ان مصطفى شوبير هو اللي هيكون في حراسه المرمى، محمود متولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد اشرف، كريم فؤاد، محمد فخري، ميدو نبيل، محمد محمود، احمد عبد القادر، سيد غريب، واتوقع 2-0 ان شاء الله الاهلي يكون موفق. حسني ابو عبد الرحمن قال 11 لاعب اهلاوي يادوا برجوله والفوز للاهلي 2-0 ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. خلينا كمان ناخد عبد الله الاهلاوي قال فوز الاهلي 2-0. ناخد كمان داليا الكابيتانو قالت الاهلي بمن حضر، عارفين ان هي مباراه تحصيل حاصل بدون ضغوط، لذلك نطلب من شباب الاهلي لعب الكره السهله واستثمار الفرصه لاثبات الذات، وكل الدعم ونتمنى لهم التوفيق. تحياتي لداليا. ماشي خلينا كمان، ده كان اخر خلاص تفاعل معانا، يعني في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، هنتابع ونشوف اخر الاخبار، وباذن الله تكون مباراه مفيده للاهلي، وهو ده الاهم في المرحله الحاليه. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا، الى اللقاء.